افتخرت أنوثتها للكتابة عن كل النساء. قدرت من خلال مشاعرها وعاطفتها أنه تنقل معاناة المرأة ورؤيتها للحياة والتجارب والقصص اليومية. ست الكل من كتبت خلت العالم كله يقرأ كتابتها، ومو بس يقرأ كتابتها، يشوف الحياة بعيون أنثوية، بعيون ومشاعر ست الكل. ست الكل كتبت روايات، ومن خلال عاطفتها القوية خلتنا نعيش بداخل الشخصيات الروائية، نقلت لنا كل التفاصيل بأدق صورة، وبوقت كانت أماكن كثيرة بالعالم تعاملها باعتبارها أقل من الرجل بالكتابة، وتجبرها تكتب وتتخبى بأسماء رجال. هي ثبتت نفسها وكتبت مو بس عن المرأة، ست الكل كتبت عن الكل وأكثر. فيا هلا يا مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، نطل عليكم عبر قناة يو تي في من خلال برنامج ست الكل. ست الكل عودتنا نشوفها كل المجالات، مهما كانت صعبة ومهما كانت القيود حولها كثيرة. من أهم هالمجالات اللي كانت المرأة تعاني حتى تتواجد فيها هو الروايات. شلون كتبت ست الكل الرواية؟ وشلون قدرت تخلق حضورها بوسط واقع صعب؟ يا مرحبا يا ديما، ويا مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. طبعا اليوم حبيت موضوع حلقتنا جدا مميز، كلامنا راح يكون عن الروائيات العراقيات. اعتقد اكثر شيء يميز روائيات العراقيات عن غيرهم هو انهم يحجون عن قضايا تهمنا كنساء عايشين بالعراق، قضايا تلمس مشاعرنا واهتماماتنا. اما المواضيع اللي يناقشوها فبدت تتنوع اكثر، وصار اكو اهتمام بالجوانب السياسيه والاجتماعيه بشكل عام. طبعا صحيح هاي النظرة النمطية عن المرأة الروائية إنها تكتب عن المشاعر والجسد والحب فقط بدأت تتغير، فالنساء العربيات اتجهوا للكتابة عن قضايا مجتمعية وسياسية تلمس حياة الكل بالمجتمع. هالشي شفناه بروايات النعام كتشي الروائية العراقية اللي كتبت عن الحرب على العراق وتفاصيلها وتأثيراتها على الناس والحياة. صحيح وكلش صحيح، وطبعا هالشي بيتقدم كبير بما خص الروائيات العراقيات. صرنا نشوف روايات عن الحرب والحصار، عن قضايا مهمة مثل الأكراد وعن تغيرات المجتمع بعد 2003، وهذا تقدم جدا مهم خصوصا بعد اللي مرت به المرأة الروائية بالعالم كله من اضطهاد وتقليل من قدراتها. صحيح صابرين، انت ذكرتي نقطة جدا مهمة بالبداية، انه اكو روائيات عالميات كانوا بوقت من الاوقات يضطرون يكتبون باسماء رجال، مثل ماري آن اللي كانت تكتب باسم جورج إليوت، لان المجتمع والوسط الثقافي ما كان متخيل ولا متقبل وجود امرأة تكتب، فكانوا النساء يضطرون يغيرون اسمائهم ويحولوها لاسماء رجال حتى ينشرون كتاباتهم. ومثلها أيضا جيني أوستن اللي كانت تنشر رواياتها بدون ما تذكر اسم المؤلف. وحتى ما نروح لزمن وقرون بعيدة، فبوقتنا الحالي كاتبة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة جوانا رولينج استخدمت اسم ما يشير لجنسها حتى تتأكد أن رواياتها راح يقروها الأطفال والمراهقين بدون ما يترددون، لأن المؤلف امرأة. هالحشي بنهاية التسعينات وبداية الألفينات، فتخيلي الوضع. صراحة الوضع صعب، ومو بس صعب، هو غريب، خصوصا المعروف أنه المرأة بطبيعتها تحب السرد والقصص دائما. بحياتنا أكيد أكو جدة أو عمة كانت تحكي لنا قصص قبل ما ننام، فالمرأة أساسا بطبيعتها تميل للسرد والحكايات. فغريب شلون المجتمع على مر القرون بقى يعاملها كأنها ما تقدر تكتب روايات. صحيح، بس يعني بالنهاية نرجع نقول ست الكل ما يوقفها شيء، يعني هي حاربت وثبتت نفسها بعالم الرواية، وصرنا نشوف أسماء مهمة لروائيات حول العالم مثل أغاتا كريستوف وإيزابيلا ليندي. بالعراق الوضع دا يتحسن يوم بعد يوم، والأسماء النسائية باللي رواية تزيد وتكون أقوى وتعبر عن الوضع الاجتماعي والسياسي وشلون تشوف المرأة، مثل عالية ممدوح
النعام كاتشي والست عالية طالب. الست عالية طالب روائية وكاتبة عراقية، قصتها بعالم الرواية حلوة ومشوقة. كتبت روايات حلوة مثل قيامة بغداد وأم هنا أم هناك وغيرها من الأعمال المهمة. خلونا نتابع قصتها ونرجع لكم. بعد 2003 صار اغتراب وقسوة بين الغربة والاغتراب. اغتراب حتى عن أمكن أعرفها باتت غريبة عني. المكان الوحيد اللي بقى أعرفه بيتي وعائلتي، وكنت ألوذ بيهم. تخيلي أني القوية اللي يلوذون بها الضعفاء، أصبحت أنا ألوذ بعائلتي وكانوا لا زالوا أطفال، يعني مو في مرحلة الحماية، لا يقدمون لي حماية، لكن كانوا يقدمون لي أصل مصداقية، الوجه الواحد وليس الوجوه المتعددة. عالية طالب روائية وكاتبة عراقية وبكل فخر، كلش سعيدة اليوم أني بلقائك والحديث وياك. حدثيني اليوم عن عالية وعرفيني عليها أكثر. عالية إنسانة تعبت من كثر ما حلمت، من كثر ما فكرت أن تغير واقع، من كثر ما أنطت من ضرائب منظورة وغير منظورة. مع هذا ما ضعفت، حاولت أن تسحب الضعفاء وتصعدهم، بذلت في سبيل الآخر، واستلمت بعض الملفات السلبية وبعض الملفات الإيجابية، لكن في النهاية بقت عالية الحمد لله. شلون توصفي لي بغداد وشوارع بغداد؟ الله، شوفي بغداد بالنسبة لي، يعني أنا أسمي بغداد العراق، والحمد لله أنا قدرت أزور كل المحافظات العراقية، لكن بغداد خصوصيتها مختلفة تماما. مو بس لأنها جميلة، مو بس لأنه بيها يعني بعض الأمكنة اللي ما تتوافر مشابه إلها لا في المحافظات ولا خارج العراق. بغداد هذه الطيبة أنا أحسها سيدة، يعني ما تعمل وياها مكان فقط، وإنما وجود وإنسان، إنسان يشع إنسانية، يستطيع أن يحتوي الجميع بقلب متسع، لا تعرف أبداً أن تقصي أحد. المتنبي لصيق معي، يعني ليس الآن، يعني من أنا صغيرة أمي الله يرحمها كانت تحرص على أنه تلبي لي رغباتي، رغباتي الكتاب. يعني من أنا وصلت أنه كملت الابتدائية الكتاب رفيقي، ومن بعد شارع النهر. فالمتنبي صديقي وليس شارع فقط، صديقي لأن يضم أصدقائي، يضم الناس الموجودين داخل الكتب، الأحداث، الزمن الممتد، يستطيع أن يجلب لي العالم كله من خلال الكتاب. فأحرص على أن أمر بسيارتي رغم اكتظاظة وازدحامة وصراخ الباعة ورائحة الكتب والمطابع، لكن هذا العالم الثري ثري ثري جدا، لابد أن أصافحه بأي طريقة، حتى لو دفع الضرائب الأعصاب المشدودة في الطريق. المهم أقول له مرحبا. المهم أقول له مرحبا، وبالمناسبة يجاوبني، ممكن غيري ما يسمع بس أنا أسمع. هذه الكتب المهمة هي اللي بنتني وفتحت لي أبواب كانت موصدة أحياناً
في وجه أي فتاة بعمري في العراق، وانت عارفة أسرنا الشرقية اللي تحرص تماماً على أنه البنية ما تكون متواجدة بمفردها في أي مكان، لكن هم ما كانوا يدرون أنه أني خرجت خارج أسوار العراق مع الكتب، وهم متخيلين أنه أنا بغرفتي. الهدف اللي ممكن نقول أي إنسان مختص بالكتابة وكاتب يرسم القدامة، الكاتب هو مو مصلح اجتماعي، مو رسالته هذه، مو عليه أن يقود البوصلة لهداية الآخرين، عليه أن يطرح الحياة كما هي. بعد 2003 كنت أقوى، كنت مواجهة. بعد 2003 صرت متصدية، كنت أكثر وداً مع ملفات سلبية، أصبحت أكثر حدة مع ما يثلم وجه بلدي. كنت أهادن أحياناً، بعدها أصبحت أواجه بقسوة أحياناً، يعني أنا أتفاجئ بها بنفسي. لما تجيش فت فكرة مميزة أو معينة وتكونين دا تسوين فت شيء، تتركين هذا الشيء وتروحين تكتبيها، ولا تأجليها بعدين وتخليها تخزنيها بذاكرتك؟ لا، هو صحيح اللي دا تقولي، أكتبها سطر واحد إلى أن أهيئ لها الجو الملائم لإخراجها كاملة، لكن حتى لا تضيع من عندي أو ربما تتداخل مع أحداث أخرى قد تقتل النص الأصلي أو الفكرة الأصلية. فأثبت السطر هذا اللي هو بالنسبة إلي الشفرة، ومن بعدها أشتغل على الشفرة، أفككها وأدخل في تفاصيل متعددة، لكن بعد أن أطبخها في عقلي حتى الحوار يعني، وأحداث وصور ومرئيات تبدي تشتغل وياي. شنو شعورك وأنت تخلصين الكتابة؟ فرح وراحة، وكأني نزلت من مكان عالي كلش ومتعب ومليء بالجليد ومليء بحرارة الشمس ثنيا، وتخلصت من كل الأشياء، وهسا أريد أخفو أرتاح. حبيت قصة الست عالية، وأتصور أول شيء راح أسوي أول ما أطلع راح أشتري كل رواياتها. طبعاً أنا أيدك بهذا الموضوع، لأنه عن جد نقلتني هي وتتسرد لي عالم غير شكل، يعني عالم خلاب، عالم عميق. طبعاً هاي الأجواء اللي أخذتني إلها خلال التصوير يعني مميزة جداً، عن جد أنا ما أقدر أقاومها، فأكيد هي مشاعر جداً قوية. ست عالية باستمراريتها وتعبها على نفسها كانت مثال للمرأة العراقية اللي لما تريد شيء توصل له. صحيح يا ديما، بس للأسف هذا ما يجي بسهولة، مرات الطريق صعب خصوصا مع التحديات اللي تواجه المرأة العراقية بالكتابة، فيا ترى شلون تواجهها وشلون تتعامل وياها حتى تنجح؟ التعامل مع التحديات اللي تواجه المرأة الروائية مو سهل، وهي تبدي أحياناً من العائلة نفسها اللي ما تتقبل وجود بنية تكتب وتنشر وتختلط بالمجتمع، وتوصل التحديات للمجتمع نفسه اللي ينظر باستهانة للكتابة بشكل عام وللمرأة الكاتبة بشكل خاص. هالشيء أيضاً نشوفه بالأوساط الثقافية اللي تقلل أحياناً من أهمية اللي تكتبه المرأة. وبالوقت الحالي نوجد تحدي جديد اللي هو عالم السوشيال ميديا، اللي أحياناً يتحول إلى مكان للتنمر والهجوم على كل شيء جديد ومختلف. هذا يشمل بعض الروائيات أو الكاتبات اللي يتعرضون للتهجم. السوشيال ميديا مثل ما يقولون سلاح ذو حدين، أحياناً تساعد بتشجيع الروائيات ودفعهم للأمام، وأحياناً أخرى تحبطهم تتهجم عليهم.
طبعاً. وبين كل هالتحديات يواجه المرأة الروائية تحدي الكتابة نفسها، وشلون تقدر تستوعب المجتمع ومشاكله وقضاياه وتكتب عنها بشكل احترافي وإبداعي، بنفس الوقت تكتب عن المرأة ومشاكلها ومشاعرها ووجهة نظرها تجاه كل شيء يصير وياها ويا بقية النساء. يمكن هذا التحدي أصعب شيء لأنه هو الحاسم بالنظر للمرأة كروائية. هل هي كتبت روايات عظيمة وجميلة أم اقتصرت تجربتها الروائية على تجارب شخصية محدودة؟ هذا يدفعنا نتوسع أكثر ونرحب ويانا بالاستوديو بالروائية زينب محمد. زينب أصدرت روايتها الأولى الغيهب قبل فترة قليلة، وأعتقد اليوم راح نتحدث معها أكثر عن صعوبات وتحديات الكتابة كامرأة. فيا هلا يا مرحبا سيد زينب معنا. أهلا وسهلا بيك ويانا. بداية أريد أعرف كروائية بالنسبة للنقد، النقد اليوم هل هو يشوف أكو تفرقة بين الرواية للنساء عن الرجال؟ أكو هاي التفرقة أو لا؟ بالتأكيد طبعاً أكو هاي التفرقة، بس يوقع الاختيار على الكاتبة. إذا كانت مختارة موضوع يناسب المجتمع ويحاكي أكبر شريحة من المجتمع، فراح تقدر ترتقي بروايتها إلى مصاف الروايات الأخرى اللي كتبوها الرجال. فإذا كانت قضيتها تناقش فد مشاكل تمس النساء أو تمس المجتمع بصورة عامة، مثل تتناول موضوع العنف الأسري أو رعاية الأطفال الأيتام، تسلط الضوء على عديد من القضايا، تلقي لها الحلول وتلقي لها يعني الصورة الإيجابية اللي تختم بها الرواية بحيث يقدر أغلب الناس يستفادون من عندها. بهالحالة راح تكون يعني قادرة أنه تخلي روايتها ترتقي الأحسن الروايات، تكون جديرة بالنقد الجيد مثل أي كتاب آخر. زين، اليوم نشوف أنه الرواية النسوية البعض منها انحصرت بكتابتها عن الجسد والرومانسية وهي التفاصيل، شو اللي يخلي أنه تندفع أنه تكتب عن هاي التفاصيل؟ هي المرأة بطبيعتها إنسانة رومانسية، تمتلك مجموعة من المشاعر المرهفة والأحاسيس. دائما يشبهون المرأة مثل الفراشة بعلاقتها مع الأزهار، دائما المرأة رحومة وحنونة بكل تفاصيل حياتها. فمن استخدمت المشاعر بالكتابات تحاول أن تغير من طبيعة المجتمع الذكوري السائد في مجتمعاتنا بالشرق، وتحاول أيضا تغير من القيود اللي تعرضت لها أثناء نشأتها في البيئة. لأن أي بيئة أي إنسان تأثر به البيئة اللي هو نشأ من عندها واللي ظهر من خلالها، فالكل عنده فد قيود معينة، هاي القيود راح تسبب تحديد مسار حياتها المستقبلية. فمن استخدمت مشاعرها لأنه هي كانت يعني مؤمنة بأنه الكتابة هي اللي راح تخليها تعبر عن مشاعرها وعن أفكارها وآرائها بشكل حر بدون تقيد، وبهالشيء هذا راح تقدر تحصل على حق من حقوقها مثل الرجل انه تعبر عن افكارها. الغيهب روايتك شنو كان الموضوع يتحدث عنه؟ بس بدايه شنو هو الغيهب؟ الغيهب هو الطريق المظلم، والروايه اخذت مجموعه من القضايا الاجتماعيه ومجموعه من المشاعر الانسانيه اللي كانت تسود بالعائله في ثمانينات القرن الماضي. يعني صارت مفارقات كثيرة بين البطل الشخصية والبطلة وبين مشاعر الإنسانية من الأم والأب الأخوة بداخل الرواية، بس حتصير أشياء يعني تبعدهم وترجع تفتر. بس نهاية الرواية ما حبيت أن أختمها يعني بخاتمة معينة، يعني ما فيها خاتمة، لا حبيتها أن تكون مفتوحة من خيال القارئ. حلو، انت قاعد تدخلين القارئ يعطي بالضبط. مساحه اي انطيته مساحه من انه يعيش ويا الروايه وانه له قرار، انه هو يقدر يقرر نهايه الروايه شنو حتكون. لها خص بالمراه هاي الروايه؟ طبعا هي اكيد يعني اكو جزء مهم طبعا بيها جزء من المراه. حبيت. طيب يعني نقدر ننتقل لمرحله جديده ونسالك بيها عن انه المراه تجاوزت هوايه تحديات وصعاب بعالم الروايه. اليوم عالم السوشيال ميديا اضاف شيء جديد الى الكاتبات والروائيات؟ اي بالتاكيد طبعا، لان السوشيال ميديا سهلت هواي امور بالنسبه لاي انسان مو بس المراه. سرعه يعني الانتشار، سرعه الترويج، امكانيه كتابه الافكار والاراء باي وقت باي مكان باي زمان، كلها يعني اصبح متاح.
في السنوات السابقة كانت الإعلان والترويج مقتصر على الإعلان بالصحف اليومية أو عن طريق الإذاعة والتلفزيون. أما الآن فأصبح يعني بظرف ساعات تقدرين أن يوصل الإعلان عن أي رواية أو أي كتاب أكثر من دولة، مو بس على نطاق محلي. هذا الجانب الإيجابي. زين، خلينا ننتقل للجانب الآخر، الجانب السلبي. الجانب السلبي يعني تتعرضون أكيد يعني تنمر أو تجاوز ممكن. صحيح. فاشرحي لي عنه أكثر. من الممكن أيضا أن سرقة الأفكار، التدخل يعني بالأشياء الشخصية اللي تنشريها، هي هم تعتبر نوع من أنواع التنمر. التنمر طبعا هو مثل النقد السلبي أو النقد الهدام اللي يركز فقط على سلبيات العمل الأدبي ويتناسى المزايا أو الجهد اللي بذل الكاتب من أجل أن يخلص هذا العمل. طبعا أكو ناس يصير عندها أحباط، وأكو ناس لا تشد من عزيمتها أكثر وتحاول يعني أن تبقى ثابتة وموجودة. أنت معلمة جامعية. نعم. شلون استهواك الأدب؟ استهواني الأدب من عني صغيرة، لأن إحنا بالبيت أبويا كان مولع بالقراءة، ودائما طبعاً كان يحثنا على قراءة الكتب. وورا ما تزوجت زوجهم كان نفس الميول، فبقت عندي الهواية من أنا صغيرة لحد هسه. حلو، ونميتيها أكيد. أي طبعاً من خلال القراءة يعني. طيب. المتنوعة. أنا تحدثت وياش قبل شوي عن تفاصيل إنه أكو شيء مشروع جديد أو هيك شيء، خلينا نعرف أكثر إذا أكو فعلياً مشروع رواية جديدة. إن شاء الله. يعني أنا هسه بديت بأول فصل من عدها، وموضوعها مغاير بتاتاً عن موضوع الغيهب، تناقش فد قضايا اجتماعية أخرى. نعم. أعتقد إنه حتوصل بها الأحداث لوقتنا الجديد. شنو نوع التسليط يعني؟ عن المرأة ولا الرجل؟ المجتمع عموم. بالمجتمع عموم. يعني توجهه غير عن الغيهب. بالضبط. أي بالضبط، شيء مغاير. لطيف. بالنسبة للروائيات البقية الموجودين بالساحة الآن، شو نظرتك عن أعمالهم؟ أعمال أدبية حلوة. كل إنسان تعب على عمله من أجل أن يرتقي في مكانة معينة، فما عندي أي تعليق غير أنه أشجعهم أكثر وأفتخر بيهم. طبعاً أكيد إحنا نشكرك، نشكر حضورك ويانا ست زينب، نورتينا اليوم. أكيد نتمنى لك موفقية بمسيرتك الروائية. خلونا نروح بريك ونرجع لكم. يمكن الواقع تحسن بالنسبة للروائيات اليوم سواء بالعراق أو بالعالم العربي، والوضع الثقافي صار متقبل أكثر لوجودهم ولكتابتهم، وشفنا نساء روائيات فازوا بجوائز مهمة مثل العربية هدى بركات اللي فازت بالبوكر العربية، ومارغريت أتود اللي فازت بالبوكر العالمية. يمكن الطريق أسهل بس بعد مليان تحديات وعثرات. خلونا نشوف التقرير ونتعرف على أسماء نساء عربيات مهمة بعالم الرواية وشلون انطلقوا وبدأوا بهذا المجال. حتى تنجح المرأة بكتابة الرواية هي تحتاج دعم هواية أطراف، عائلتها أولهم والمجتمع أكيد، المجتمع اللي يدعم المرأة والكتابة ويوفر لها البيئة الثقافية المناسبة راح تبقى مقيدة وطريقها شاق جدا. المجتمع راح يقيد المرأة من ما يدعمها. صحيح صابرين، بس بنفس الوقت المجتمع اللي ما يدعمها راح يخسر هواية إبداع وحيوية وانفتاح، راح يكون مجتمع ضيق ومحدود الآفاق. بالضبط يا ديمة، وهنا نسأل شلون المجتمع العراقي يشوف المرأة الراوية، هل يقدرها لو يتجاهل حضورها؟ سؤال أخذناه ورحنا للناس نسألهم ونتابع آرائهم. خلونا نشوف الاستطلاع سوريا. Thank you.
قلة الروائيات المنشورة والمقروءة ما يعني أشوف ذاك التوجه العام، ولكن هناك روائيات وكاتبات قصص سطورهن جميلة وقلمهن قوية، نقدر يعني بحيث المتلقي يتشوق للقراءة. بالنسبة لي هواية أقرأ روايات نسائية، أما بالنسبة تحديداً العراق العنصر النسوي جداً ضعيف. النساء طبعاً لا تقل إبداعاً وكتابة تصويرية عن الرجال، فالمرأة أيضاً لديها إحساس كبير جداً وعاطفة جياشة، وهي تبرز هذا من خلال قلمها. حقيقة الكثير من الروايات اللي أنا خلال مسيرة الحياة قارئها للنساء، والنساء لا يختلفون عن الرجال في هذا الموضوع. عراقيات حقيقة مع الأسف، مع كل الأسف، العراقيات محتومات نهائياً ومعدومات عن الإعلام، فليس لنا أي دراية كاملة عن مؤلفاتهم. الحقيقة أنا مولع بالأدب وقارئ كثير من الروايات والقصص والكتب للنساء والرجال، حقيقة للنساء أقل من الرجال. مثل ما شاهدنا بالاستطلاع كثير من الآراء كانت موجودة على أنهم يقرون لروائيات ولكن مو عراقيات. صبرين صحيح يا ديما، هذا الشيء موجود، لهالسبب دفعنا أنه نحاول نتعرف على أكثر الجوانب من موضوع معين. لهالسبب خلونا نستضيف الأستاذ أسعد ستار المختص بالأدب وصاحب أطروحة ناقشت رواية عراقية كتبتها إمرأة، هي رواية تحت سماء كوبنهاغن لحوراء النداوي، وبحكم خبرته بالكتابة النسوية رح نفهم منه أكثر عن نظرة المجتمع وليش بعدها محدودة فيما يخص الروائيات. مرحبا بك أستاذ أسعد، شرفتنا ونورتنا اليوم. يا أهلا وسهلا بك. باعتقادك الجزء خلينا نقول الأوساط الثقافية والاجتماعية، ليش يعني ليش بعدها تتعامل مع الرواية النسوية بأقل من الرواية الرجال؟ لا، حاليا العمل الروائي النسوي أو النسائي هو هذا المصطلح بإشكالية جدلية لدى النقاد. نعم. أكثر حضورا يعني من خلال الجوائز آخر شيء، يعني مثلا إحنا ليس بصدد النقد داخل العمل، مثلا رواية شهد الراوي مثلا ساعة بغداد اللي هي أخذت جائزة البوكر، إذن إلها حضور على الرواية الأدب الآخر اللي هو ضمن تصنيف تقولون الأدب للرجال، وهو مصطلح هنا أدب الرجال ما يتحدد أدب نسوي، ممكن الأدب النسوي يكتب الرجل. نعم. لدور المرأة. نعم. وهذا يعني أقل حضوراً من المرأة في كتابة. نعم. أدبها. لذلك ممكن قبلها حوراء النداوي بجائزة بوكر القصيرة، عالية ممدوح بروايتها اللي مطبوعة بدار المتوسط التانكي أيضاً مترشحت لجائزة البوكر، وقبلها روايات عربية وموجودة حالياً قبل سنة تقريباً جلسة نقدية برعاية جائزة كاتارا اللي هي بقيادة كاتارا القطر. نعم. جلسة للنقد النسوي العربي بإدارة الدكتور نجم عبد الله كاظم اللي توفى قبل فترة، والدكتورة نادي حناوي ودكتورة مريم جبر الأردنية. نعم. يعتبرن. نعم. مؤسس النقاد. نعم. أنت اليوم مع الأدب النسوي كتسمية؟ لا، ليس كتسمية، حسب كل ناقد إلى وجهة نظر. إنه قبل وجهة نظر حضرتك مثل ما قلنا سابقا إنه الأدب النسوي إنه ليس فقط يعني يختص فقط النساء من تكتب هذا الأدب، وإنما يكتبوه الرجال أيضا لدور المرأة في الحياة أو تعزيز مكانتها داخل المجتمع، لكن أكثر حضورا للمرأة داخل العمل، هو هذا الإجابة الدقيقة. وموجود أحد المقالات إنه
تفريق بين مصطلح الأدب النسوي النسائي الأنثوي. نعم. وأيضا هذه المقالة موجودة الدكتور نجم عبد الله كاظم. نعم. طيب لو نتحدث أكثر عن رسالة الماجستير، ليش اختاريت هذا الموضوع بالذات؟ أول شيء وجه شاب روائي كحوراء النداوي اللي هي بعد 2010، وكنت متناول حركة السرد اللي هي تتضمن الثيمة داخل الزمن في العمل الروائي اللي هي حركة التبطئة والسرعة. مثلا رواية تتناول مدة زمنية ممكن سنوات، ورواية ممكن تتناول مدة زمنية لأيام ساعات قليلة. هاي التفرقة اللي نشتغل عليها داخل العمل الروائي، وموجودة داخل السرعة والتبطئة أيضا نقاط، وموجودة أيضا العمل كان بأبعاد، إنه الاغتراب داخل العمل. مرات احنا نشعر بالاغتراب الروحي داخل العراق او يعني داخل هذا البيت. اللي جذبك انت بالرواية ولا شيء اخر؟ انا جذبني انه حركة الزمن اللي هي يعني تمتد لفترات عديدة، لكن ممكن جوانب اخرى في الرواية لم اتناولها، لكن تناولتها في نقد الرواية. الاغتراب اللي هو الاغتراب كان مكاني، و اغتراب نفسي اللي هي تحت سماء كوبنهاغن، هو العنوان يدلل على انه خارج العراق. نعم. والحب الذي زرعته مع رافد ومع جوانب عديده من الروايه، الحب والاغتراب وعامل الدين احد العوامل اللي تغيرت بعد يعني بعد. نعم. بعد الاحتلال. نعم. هل تركيز الروائيات العراقيات على قضايا دون غيرها يأثر على القارئ واختلافه؟ أكيد يأثر. نعم. إحنا إذا اختصينا مثلا الرواية تختص بعمل معين. نعم. دائما تخرج لنا بأعمال متسلسلة من داخل ثيمة معينة، مثلا. نعم. الواقع واقعية دائما، فأكيد راح تقلل انجذاب القارئ. نعم. لأعمالها الشخصية، فممكن يعني نتناول أعمال واقعية خيالية، يعني نقول ممكن تخسر جزء معين، جزء معين من متابعيها، جمهور. نعم. من جمهورها الشخصي. نعم. فأكيد أنه لابد أن يتنوع الروائي بكل عمل حتى يثير إعجاب الآخرين. نعم. إلى منطقتها ولا ساحته الروائية. وهاي موجودة عندنا أمثلة عديدة بالأعمال الروائية بشخصيات عراقية، مثلا لطفية الدليمي، عالية ممدوح. نعم. والغير أسماء ميسلون. حلو. هادي اللي هي زوجة الدكتور نجم عبد الله كاظم. تمام. أنت ذكرت أنه أكو أسماء اليوم موجودات عراقيات وإلهم وجودهم، طيب ليش هاي النظرة اليوم نشوف أنه ينظرون أنه المرأة إلى الآن ما قاعد تقدر تعطي بكل المجالات الكتابة، يعني أنه ينظروا لها أنها أكثر تخصص للمجالات اللي تكون بها مشاعر أكثر؟ حالياً الأعمال مثلا القديمة أو الأسماء اللي هي كانت ريادة التي مهدت الطريق للروائيين الشباب ممكن اختفت بسبب ظهورهم القليل على الإعلام أو السوشيال ميديا. ممكن الشباب أكثر فاعلية في السوشيال ميديا. يعني اليوم نقول السوشيال ميديا أثرت، لها تأثير أكيد. يعني لمعت أسماء وأخفت أسماء، لمعت أسماء. ممكن العامل القراءة عندنا يعني عاملين، وهذا سؤال يرجع على بالبداية إليك، إنه قارئ مرتكز يعرف وين يقرأ، وقارئ فضفاض يقرأ أي عمل حسب المزاج أو حسب شيء قضية يستهوي. ممكن هاي الرواية تكون إعلامية أكثر مما هي أدبية، تقدم لنا مادة دسمة من ناحية الأدب. ممكن تكون تسويقية، يعني تسويقية لا تقدم فائدة مثل الأعمال مثلا تقدم لنا مضامين العائلة العراقية داخل العمل، مثلا تقدم لنا الشخصية العراقية البيت. يعني أكو أعمال عديدة تناولتها الروايات العراقية مهمة جدا، مهمة خاصة من ناحية الجسد. يعني عامل مهم للمرأة في مثلا الجسد المنتهك، الجسد الذي المؤمل امنيه انه يرجع، مثلا تناولتها انعام كوججي في الحفيده الامريكيه. طيب بخصوص هذا الصدد، بنفس الوقت ذكرت لي انه الروايات النسائيه قبل عدد معين وبعد عدد معين، شنو الفرق وشون؟
يوجد عندي عدد انه مجلة الأقلام 1989 انه يذكر من ضمنها عدد روايات انه تقريبا 41 عمل روائي نسوي من 1937 الى 1988. كانت الأعمال في بداية الخمسينات هي قريبة للقصة، يعني خلال 40 سنة فقط 40 عمل؟ نعم، هي بال 72 بتعتبر هذا الشيء جدا يعني قليل؟ بالنسبة هي الرواية أصلا حديثة، يعني بعد الاستعمار كانت الرواية العراقية، ممكن إحنا في بداية الخمسينات ممكن تناولنا أو نهاية الأربعينيات بدينا نغير الشعر الحر، بدينا نطلع يعني بتأثير شعراء مثل السياب ونازكة من 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 اللغة الإنجليزية، لأن الاثنين دارسين اللغة الملائكة تقصد أكيد. نعم. من ناحية الشعر، وبدت التأثير مهدنا فترة الرواد وبعد الرواد، لكن الرواية النسوية كانت قليلة جدا. يعني هنا يذكر إنه العدد منهن علي ممدوح، لطفية الدليمي، إسهيل، سهيلة العفو، داوود سليمان، بثينة بثينة الناصري، هاي من ناحية العمل القصصي. نعم. تطورت العمل في 1972 طبعت سميرة المانع، السابقون واللاحقون، وهذه موجودة في فهرس الرواية العراقية تناولها دكتور نجم، والرواية عندي تحديدا. أرتحلو، أنت الحين ذكرت عن تاريخ الرواية، ولكن بعد 2003 نريد نعرف العدد، يعني العدد تقريباً حالياً طباعة مستمرة، لكن قبل 2003 كانت رقابة السلطة يعني تحكم على النص، ممكن كانت حتى تحذف نصوص، ممكن مبدأ الحرية، يعني إذا قيدت حرية كتاب في الزمن وهسه صار أكو حرية أكثر. حرية أكثر، نعم. هذا برأيك أفضل ولا أسوأ؟ يعني بأسباب إيجابية وبأسباب سلبية. نعم. الإيجابية هي؟ الإيجابية إنه أعطتنا حرية نكتب عن أشياء كنا معدومين عنها، السياسة مثلاً. نعم. الدين، الجنس، فهذه أعطت ضوء أخضر للرواية الحالية، هو الثالوث المقدس دائما. نعم. لكن قبل السلبية، السلبية انه تطبع الاعمال بكثرة وماكو. نعم. تشويق للقارئ، ممكن اديب ماكو معين، ماكو مساحة مجال للقراءة. جيد. ممكن اديب. نعم. معين يطبع عملين في سنة واحدة، وهذا خطأ يعني بالنسبة رأيي شخصي. خطأ لان ما يعمل تشويق للقارئ، ممكن العمل مثلا كثير من الروائيين مثلا حوراء النداو طبعت الرواية الأولى مثلا 2010. نعم. والرواية الثانية 2018، خلال مدة 8 سنوات يعني عملية لهفة للقراءة، ماذا يكتب العمل القادم؟ أكيد تفرق بالضبط، تفرق. يتشوق القارئ، وبدت المرأة في الرواية العراقية تتطور. نعم. خلال أجيال مثلا اليوم ننظر إلى لطفية أنه تترجم. نعم. ترجمت أعمال مثلا، ننظر إلى عليها ممدوح ترشح لأعمال جائزة البوكر. طيب. برأيك أنت شو ممكن إحنا نغير نظرة المجتمع للمرأة وباختصار للأدب؟ ممكن نغير النظرة، ممكن تتغير بالأعمال الجيدة، ممكن نقدم أسلوب، ممكن نهتم بالمضمون، نهتم بالشكل أيضا، الشكل مهم. اليوم تغيرت هواي الرواية العراقية، شكل الرواية؟ شكل الرواية أكيد، يعني كان سابقا تهتم بالمضامين، المضامين، لكن بالفترة الأخيرة أصبح الشكل مهم، مثلا حركة السرد هي. نعم. ضمن الشكل، يعني مثلا ميتا سردية وغيرها، هاي المصطلحات اللي ظهرت بالنقد الحديث أنه بدينا نهتم بها، حتى أدبائنا الأدب بشكل عام العراقي بدأ يهتم أنه اليوم حتى الأعمال العراقية بدأت ترشح للجوائز، مثلا أحمد السعداوي قبل جائزة بوكر وغيرها، وشهد إحنا بصدد ليس نقد على، لأن إشكالية جدلية. أنت بعدك أي مشكلة ويه شهد؟ أي عمل بركي باللقاء الجاي نحن نسمع منك أكثر. نحن نشكرك أستاذ أسعد، اليوم أكيد معلومات استفادنا منها ومشاهدنا استفاد منها. شكرا لتواجدك معنا في استقبال. أكيد طبعا، هاي كلها وست الكل بعدها موجودة وتكتب وتكمل مسيرتها لهالسبب. إذا كنا إحنا اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا من ست الكل، ست الكل الروائية مستمرة بالعراق،
وبكل مكان بالعالم تكتب قصتها وقصة النساء وتنقل صوتهم وترسم من خلال كلماتها الرقيقة والجميلة قصص وقضايا ومشاعر كل اللي يصير وياها بالحياة. أكيد ديما ست الكل مستمرة اليوم ودائما برواياتها حكت قصصنا وبكلماتها عبرت عنا وباستمرارها تصنع قصة نجاح ما رح تتوقف أبدا. أكيد انتظرونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وقضية جديدة عن ست الكل وأكثر. في أمان الله. في أمان.